لك يا هيبة وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا. اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض وانجز. انجز في ايه؟ بص، سلومه طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وحي اخر، والبيت سيكوريا متدهوله في اللي هي فيه، يعني الدنيا امان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك. انا هسبقك وتعالى ورايا. اجي وراكي فين؟ انت اتعطلتي، انت عايزه تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصه شرده؟ لا شرده ولا ما شرداش، وانا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا اله الا الله، ما انا بقول لك الدنيا امان، وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين. ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص، موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا، وتكسر الشقه على اللي فيها، ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت امك يا شطان. ضعيفه هيما، ضعيف.